أخبار اليوم. أعتذر نفسي طبعا. واحد من إخوات خالد صالح المرحوم الفنان ناسي كبير اللي بيمثل جيلنا وبيشرف جيلنا كله، أنا بعزي فيه الفن المصري، بعزي فيه الفن العربي كله. مش هقول في اليوم ده في خسارة، خلينا نشوفها بشكل تاني. خالد وجوده كان إضافة من أول أنشطته المسرحية الجماعية في الفترة أول الثمانينات 85. خالد أثرى إثراء كبير لدال الناس ما تعرفوش، شافته في مرحلة الإزهار والإثمار، ما شافتش الحصاد والسعي. خالد مثال للفنان المجتهد اللي قعد عارف إنه هو طفولة جامعة من هو سن 17-18 سنة، عارف هو عايز إيه، كافح علشان اللي عايز يوصل له، حط في دماغه من الناس بس سلاسة وتماسة تدخله، كان صديق للجميع وحبيب للجميع. وأظن ده واضح من اللي انتوا شفتوه. بدأت مش عايز أعرف بس هو دخل الفريق ازاي؟ عشان ده هو تعب يا جماعة، عشان بس الخروج يا جماعة، احنا كده وقفنا الطريق يا جماعة، الخروج يا جماعة والدخول. حسب السيف، حسب السيف، حسب السيف، رمز للفن المصري في الفريق الفني المصري في الشطح المصري الجماعي، الثقافة الجماهيرية للهناجر لكل الشباب الكافحين علشان يوصلوا من غير كروت توصيل على المستوى الانساني. انت كنت صديقه على المستوى الانساني، ده بقى الموضوع مش هقدر ان انا احكيه في كلمتين ونص، ولكن خالد كان زي ما هو رمز للفنان المكافح اللي عارف كويس قوي عايز ايه وبيوصل له بصلابه ولكن بدمافه خلق وبادب. هو في وسط كل الجيل بتاعنا وفي وسط شلتنا الكبيره اللي بدات بالمسرح وبعد كده بقى ليها فروع كتير في جامعه